ذكي، لسه شايف القمر لونه احمر؟ هو ليه لونه كده؟ ايوه صح، النهارده في خسوف للقمر. خسوف القمر تقريبا كده، انا سمعت الكلمه دي في الدراسه، حاول تفكرني بيها. بتحصل ظاهره الخسوف لما تحجب الارض نور الشمس عن القمر، وبيبدا الخسوف بدخول القمر لمنطقه ظل الارض اللي بنحاجب فيها نور الشمس عن القمر، بسبب وجود الشمس والقمر على محور واحد وبيت وسطهم الارض. وبتحصل عملية الخسوف على 3 مراحل. المرحلة الأولى بتحصل بدخول القمر منطقة شبه ظل الأرض التي ينحجب فيها جزء من نور الشمس عن القمر ويتحول للون الأحمر الباهت، وده اسمه خسوف شبه الظل. المرحلة الثانية بتحصل لما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، ساعتها ينخسف جزء منه، والمرحلة دي اسمها خسوف جزئي. والمرحلة الثالثة بتبدأ باكتمال دخول القمر منطقة ظل الأرض، ساعتها بينخسف قرص القمر كليا وينحجب بالكامل عن ضوء الشمس، وده اسمه خسوف كلي، وبيكون القمر ساعتها مش منور نهائي ومظلم. زيك كده يا قمر لما تكون زعلان. ده انت القمر. طب قول لي بقى، بيحصل كل قد ايه الخسوف دوت؟ ممكن يقعد قد ايه مثلا؟ ممكن تقعد مرحله الخسوف الكلي 100 دقيقه، وتعتبر اطول فتره ممكن يقعدها الخسوف، وبتنتهي ظاهرة الخسوف بخروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض بنفس مراحل الخسوف بس معكوسة، وبتكون سرعة القمر ساعتها 1 كيلومتر في الثانية. تستمر الظاهرة بمجملها حوالي 5 ساعات ونص. سبحان الله. طب الخسوف دوت ممكن أبص له عادي ولا ممكن يأذيني بقى وأشعة بقى و... لا طبعا ممكن تبص له عادي، لكن في ظاهرة تانية اسمها الكسوف، دي لازم تلبس لها نظارات وانت بتبص لها. طب انت ما قلتليش على فكرة، بيحصل كم مرة؟ ممكن تحصل ظاهرة الخسوف 3 مرات بالسنة. طب ولونه الأحمر؟ ده بسبب أشعة الشمس ساعتها، مش بيقدر الغلاف الجوي للأرض إنه يعكسها، فبيظهر اللون الأحمر على القمر.